يا هلا ويا مرحبا فيكم مشاهدينا الكرام في هذه البدايه الجديده وبرنامج اثراء على الهواء، كما عودناكم دائما مواضيع مختلفه وشيقه نطرحها من خلال هذا البرنامج، اليوم طبعا راح نتكلم عن موضوع مهم جدا وهو الحديث حول السمو بالاخلاق، وكيف نسمو باخلاقنا، دائما يبحث الانسان عن الافضل حتى في الأمور المتعلقة بزيادة الـ الـ الأمور الخاصة بالقيم وكذلك يعني تزكية النفس والطموح إلى الأفضل. اليوم طبعاً ضيفنا الدكتور علي الكندري طبعاً أستاذ الفقه المقارن في كلية الشريعة والدراسات الاسلاميه بجامعه الكويت نرحب فيك دكتور علي وسعيدين بهذا اللقاء حياك الله وانا اسعد رحب فيك بالساده المشاهدين حياكم الله وهذه الساعه المباركه الله يبارك فيك يمكن مثل ما ذكرنا موضوع طبعا السمو بالاخلاق شيء جميل لكن يمكن البعض يتساءل عن كيف اسمو باخلاقي يعني الكلمه محتاجه الى توضيح اكثر والمصطلح شوي يعني كبير جدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين واصلي واسلم على محمد عبد الله وعلى اله وصحبه وسلم هذه الى ما بعد فعلا هذا مطلب عظيم وما دعت اليه الشريعه الاسلاميه وقد مدح الله سبحانه وتعالى نبيه الكريم في كتابه وانك لعلى خلق عظيم اذا كان النبي صلى الله عليه وسلم مثالا للشخص الذي سما باخلاقه يعني احنا مو مو هدفنا مثلا آه ان عندي خلق حميد وخلق ذميم، هذه احنا خاصين منها، متق... مطلوب. اي احنا مطلوب احنا متفقين ان يعني. نعم. لازم جميل. تكون اخلاقنا صحيح. اخلاق حميده، مم. لكن اوقات في شيء حميد وفي شيء احسن منه، يعني مم. في شيء حسن وفي شيء شي احسن، حسن. فانا احرص على الاحسن، مم. يعني انا عندي الحين كلمتين اقدر اقول هذه واقدر اقول هذه، اي الاحسن؟ مم. وعندي كلمتين يعني فيهم نوع من السلبيه فادور ال اي كذا الاقل كذا اي فانا دائما يعني قل شوف الله يقول في كتاب الكريم قل لعبادي يقول التي هي احسن اذا يعني الله ارشدنا يعني رباني ان ايه يعني. ان نقول ان نقول الكلمه الاحسن والاسلوب الافضل والاذرب فهذا أه. صدق هذا مطلب قراني ودعوه قرانيه لجميع المسلمين باتخاذ وانتقاء الأسلوب الأفضل والكلام الأحسن من الكلام الحسن. هذا دكتور الله. حتى بالألفاظ وبالكلام يعني. ما 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 دشينا مجال الأخلاق. يعني هذا اللي هو الأخلاق عبارة عن طبعاً. عن نعم. الأخلاق عبارة عن كلام وعن تصرفات نعم. وعن أيضاً خلينا نقول تروك يعني أنا أفعل وما يعني وأقول وأترك فشوف دائماً أختار الأحسن والأفضل بحياتي حتى اسمه يعني شوفوا. يعني خلونا نحس ان ان الشغلات خلينا نقول الاخلاق الذميمه او الغير حسنه مثل المغناطيس اللي يجذبنا تحت انت عندك شغلات اللي هو خلينا نقول داع الهوى والشيطان وحظ النفس والامور الاخرى هذه كلها قاعد تشدك تحت, تحت 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 سوء الخلق اي مع الناس هذه امور قاعده تكبلك وتخليك ثقيل انت تبي تطير وتسمو وتصعد فوق باخلاقك فتحرر من هذه السلاسل من هذه القيود ابي نحن باخلاق جميل التصوير يعني انت أطلق ابي اتحرر <applause> ابي انطلق مم. باخلاقي واسمو فوق 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 ما يخالف انا ابي اطلع من نطاق البشريه مم. ودي اسمو باخلاقي ودي اكون في مصاف الملائكه بالعكس يعني ترى الملائكة خلق من خلق الله لا يعصي الله ما أمرهم يفعلون ما يؤمرون ترى الملائكة ما عندهم معاصي الملائكه آه ما عندهم آه. معاصي ودائماً و الاصل فيهم الطاعه وعدم المعصيه ما عندهم سيئات ف... فاحنا الانسان اللي نحس انه اخلاق راقيه حيل حيل نقول هذا مو انسان هذا ملك من الملائكه شفت فاحنا ودنا نكون باخلاقنا نطلع من نطاق البشر ونسمو باخلاقنا في, في ناس يمكن يمكن مع الملائكه ناس دكتور ممكن في ناس يعتقدون يعني نقول هذا الكلام فيه نوع من المبالغة يعني شوفوا إنه شيء صعب أو مستحيل آه. فعلا إحنا عندنا أصل في الشريعة أخوي الحبيب أصل في الشريعة إن التكاليف على قدر الوسع والطاقة م. يعني الله ما يأمرني بأمر صعب علي صحيح. أو ثقيل علي أو ما أقدر أسويه يعني إذا الأخلاق الحسنة دعت اليها الشريعه اذا الشريعه مو معقوله تدعوني حق امر صعب لا تستطيع وامر ما اقدر اسوي لا 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 بالعكس لا تقول ما اقدر لا تقول ما ما اعرف قول اقدر وقول اتعلم واعرف وراح ان شاء الله تصل لا تتحجج لا 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 انا لا انا لا, لا لا تقول لو لا في ناس ممكن يقول طبعي عصبي هذا ايه. ايه ايه ايه. طبعي ما اقدر اغيره تقول بس ها يعني الايمان ما يكون عذر يعني ما, يكون لك عذر فهالسلسله هذه اللي وهالثقل هذا فتشه وحله واسمه وطلع خلاص صدقني انا ابي اكون انسان راقي ابي اطلع من نطاق البشريه والغلط ما غلط او ابي اكون مع مصاف الملكه أقدر ليش؟ لان الشريعه قلت لك تامر بالامور المستطاعه لا يكون لا الله في الناس الا شنو؟ وسع. الا وسعها. اذا الاخلاق على قدر الوسع والطاقه، بس يبي لها شويه جهاد. مم. يعني في اخلاق عود نفسك عليها. طبعا في اخلاق مكتسبه من الله. إن نعم فيك صحيح. في ناس يعني اي من في ناس ناس الله هذه سبحان الله من الله كريم، من الله سخي، من الله شجاع. سبحان هذه الصفات فطريه فيه. مم. لكن في صفات اخرى يبي لها اكتساب، يبي لها مم. مجاهد، يبي لها تعليم. بعدين يا اخي انت هل هل انت حاط بالك هدف انك تسمو باخلاقك؟ يلا حط لك مشروع ابي اسمو باخلاقي يلا شلون؟ هل اقدر؟ ولا ما اقدر؟ لا اقول اقدر شلون؟ اسوي شيء عندي خطوات امشي عليها حتى اسمو باخلاقي، اذا أجرد من الشهوه، ترى الشهوه والهوى والشيطان والنفس هذول كلهم والناس اصحاب السوء كلهم يحثونك على صحيح. الاخلاق مثل ما ذكرت يجذبونك تحت <متصفيق> تحت ما يصعدونك فوق يعني ما حد يقول لك والله جزاك الله خير عافيه زين سويت لا يعني الحين مثلا يعني مثلا يعني الخادم خرب الجهاز ها سويت له قلت له الله يهداك يا فلان احرص أه لا لا تكسر هذا الجهاز كلام طيب كذا كذا يعني ما طالع ما طقيتها مم. ما زفيتها مم. في ناس فعلا يتصرفون هذا يعني يبيك يبيك كذا 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 يعني عمر بن عبد العزيز يقول حق الخادم تعال صب لي ماي ابي اتوضا ابريج ماي الخادم طول عمره ايدينا متوازنه ومتماسكه هذاك اليوم ما ادري ايدينا تعبان او سهل نعسان إيه؟ والابريج فلت من ايده وطاح على امير المؤمنين الحاكم بعد مو صحيح. مو المعزب العادي المعزب العود البقبوس يعني خليفه المسلمين فطبعا الحين الخادم تواه قالوا الحين شو اسوي مع الحاكم؟ مم. فعلى طول قال حق الحاكم والكاظم من الغيظ ذكرها بالايه عشان يقول عمر العزيز الخليفه عشان يقول له كظمت غيظي عشان يقول له والعافين عن الناس قال عفوت عنك والله يحب المحسنين قال انت حر لوجه الله يه 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 سوى نعم. سلبيه نعم. وطيح الماي على معزبه جميل على, اللي على اللي. هذا المثال احنا نستاذنك بفاصل وراجعين ان شاء الله نستكمل هذا الحوار الطيب فاصل وراجعين ان شاء الله الاخلاق هي صفات اساسيه حث عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فالدين الاسلامي هو دين اخلاق وتسامح. والنبي الاكرم صلى الله عليه وسلم هو القدوه والمثل الاعلى الذي يحتذى به خلقا. فالاخلاق هي ثمره من ثمرات الايمان انها تنبع من عقيده وقلب سليم. وهي اساس التعامل بين الناس. من منطلق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم انما بعثت لاتمم مكارم الاخلاق نجد ان للاخلاق مكانه عظيمه في الدين الاسلامي. فالاخلاق هي ركن مهم في حياه الفرد والمجتمع وهي مقوم اساس في الحضاره الانسانيه باعتبارها تدخل ضمن البنيه الاجتماعيه. وأخلاق الفرد تتبادل التأثر والتأثير مع أخلاق المجتمع. إن الله جعل مكارم الأخلاق ومحاسنها وصلاً بيننا وبينه. وإن كان لابد من عصبية فليكن التعصب لمكارم الأخلاق ومحامد الأفعال. وصلاح أمرك للأخلاق مرجعه، فقوم النفس بالأخلاق تستقيم. ومن علامه حسن الخلق ان تكون في بيتك احسن الناس اخلاقا ولا شيء في العالم يفسد الاخلاق كالمال كما ان الفعل الاخلاقي هو الذي تشعر بعده بالراحه والفعل غير الاخلاقي هو ما تشعر بعده بعدم الراحه كن حكيما له مبدا فيحترمك الناس ولا تكن سفيها خاليا من اي منطق وحسن الخلق يستر كثيرا من السيئات كما ان سوء الخلق يغطي كثيرا من الحسنات والمرء بالاخلاق يسمو ذكره وبها يفضل في الورى ويوقر رجعنا مشاهدينا الكرام وبرنامج اثراء على الهواء وضيفنا الدكتور علي الكندري طبعا استاذ الفقه المقارن بكليه الشريعه والدراسات الاسلاميه جامعه الكويت نرحب فيك مره اخرى دكتور علي وسعيدين بهذا الحوار الشيق والموضوع اللي يمكن الجميل جدا موضوع كيف أسمه باخلاقي يعني الله يعطيك العافيه يمكن ضرب الامثله الجميله يعني ضربت قبل فاصل هذا المثال وكذلك موضوع الناس عندها رغبة أنها فعلا تكون أفضل وفي ناس مثل ما ذكرت تكون ودي يكون على وضعه فالشخصيات العالم متغيرها يعني يعني أنا أعتب على الشخصيات اللي فيها قناعة زيادة عن اللزوم مم. يعني قناعة شلون يعني راضي بوضعه يعني, يعني, راضي بوضعه ما يغير شيء ما مروح ما, ما عنده تفكير يرتقي مم. يتطور طموح لا 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 يطمح لا 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 بس كافي وكذي يا جماعة شوية عط من نفسك ترى أنت فيك مم. واللي وصلوا محسن منك وراح تكون كذا وكذا قال لا لا معود أنا مالي خلق وأنا كذي مثل الحين الموظف بعض الموظفين مم. تقول له ليش مثلا ما ما تصير كذا او يعني عندك طموح طموح وتحاول قال يعني ش شون يعني طالع شلون يعني والله انا اهم شيء اخر الشهر أحب بطاقه البنك معاشي ينزل بعد ما بي شيء من الحكم وما ما تبي شيء من الحكم زين انت انت حق حق نفسك اسعد طور, طور نفسك صحيح يعني ارتقي يعني خليك خلينا نقول نقول احنا نقول اترك بصمه نعم. بحياتك بالعكس ترى كلنا نقدر بس هي إيه إيه راجعه حق الانسان وقناعته هل انا ودي راضي باخلاقي هالحد ومقتنع ولا لا؟ لا انا اسعى إيه انا الاخلاق حاول اي شلون الناس تحب المال وتسعى انها تزيد مالها وتزيد ثروتها وما عند آه وطموحها ما يوقف زياده المال انا ابي باخلاقك طموحك ما يوقف في اخلاقك، في السمو الاخلاقي، نعم. بعد ابي 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 اصعد اصعد اصعد, أصعد قلت لكم أرتقي ليه مصاف الملائكه طبعا ليش لا؟ إيه؟ زين في ناس يمكن يعتبرون هذا يقول والله هذا انسان قنوع وراضي بوضعه وهذا شيء طيب القناعه هذا إيه هذا او إن هذا سلبية شوف هذا هذا <applause> مثل الاعرابي اللي يحق النبي عليه الصلاه والسلام كان يقول يا رسول الله انا يعني هل مطلوب مني مثلا بس اني اصلي فروضي كافي؟ قال كافي اصوم رمضان كافي كافي بس وحجم فقال ما راح ازيد عليها ولا شيء. زين احنا احنا في الشريعه نعم واحنا احنا احنا بديننا بحياتنا ندري ان احنا يوم القيامه محتاجين حسنه ما حسنه وكذا فانا ابي ازيد رصيدي في الحسنات صحيح. يعني ازود من صحيح. حسناتي ولا بس الفروض لا عندي نوافل لا عندي سنن لا عندي مستحبات لا عندي كذي يعني حتى القناعه في العباده والاخلاق من العباده ترى الاخلاق وهذا زياده رصيد يعني لك طبعا من مثل ما ذكرت الثواب والاجر وبحاجتها يمكن بعدين راح تحتاج يمكن الحسن وحده فاقول لك وهذا يعني الطموح فأقول هذا الطموح يعني اذا عندك طموح مالي طموح وظيفي ايضا خل عندك طموح اخلاقي سمو خليك راقي في اخلاقك ابتعد عن سفاسف الامور واراذل الاخلاق تذكر شوف دائما حط قدامك حديث النبي عليه الصلاه والسلام عليه الصلاه والسلام اقربكم مني مجلسا يوم القيامه احاسنكم اخلاقا يلا خلي هدفك انا شلون اكون من بكون قريب من النبي يوم يوم القيامه ينادي لي واكون قريب منه يعني اولئك مع النبيين وصديقنا والصديقنا الشهداء وحسن اولئك رفيقا <applause> يا ما بيضل مع معلش مع نعم. سائر الناس العباد العاديين، ليش ما اصير بمصاف؟ مصاف الانبياء نعم والشهداء النبيين والصالحين وهذه الدرجات عاليه، نتكلم عن درجه ايه؟ افضل يعني انت الحين بدش عند باب الجنه بس عند الباب ولا تبي درجات الجنه الاولى الثانيه الثالثه للسابعه؟ اي الجنه درجات والناس تفوتهم شنو في في اعمالهم فيلا احنا فيها الحين التعامل دكتور علي كندري موضوع التعامل يعني الكلام هذا يمكن الناس تقول والله كلام جميل وفعلا الناس وده الكل يسمو باخلاق لكن يقول شلون اطبقها بارض الواقع يعني الناس ما قاعد يعني تساعد بعض في موضوع انه والله شوف الدكتور علي اخلاقه جميل لكن اقول له ترى الوضع ما يصير انت الناس راح يطمعون فيك يعتبرون هذا قصور منك او يعني انه ما عندك ذاك الذكاء اللي خليك تعرف شلون تعامل مع الناس ينظروا حتى للطيب أن شيء سيء. اي هم يعني فعلا ترى مثل م. مثل ما, مثل ما تفضلت يعني انت الحين مثلا شوف قارن بكل بكل سلوك وبكل تصرف انا اقدر فيها التصرف مثلا هذا اني انا استخدم جانب الكبر شوفة النفس والغطرسه نعم. والجبروت طالع الناس من برج عاجي ورافع خشمي عليهم م -م. واقدر اتواضع صحيح وليش؟ انا آه عندي حديث يا حلوه يقول النبي صلى الله عليه وسلم من تواضع لله رفع رفع وانا قاعد اتكلم عن السمو اذا هذا هاي رفعه من السنه يلا اذا شلون الحين سموتوا باخلاقي ما رحت حق نعم. المتكبرين والمتجبرين والمتغطرسين لا انا ارتقيت ارتقيت بمصاف المتواضعين نعم وزين ونبي يقول من تواضع لله رفع, رفع. زين رفع. هذا بعد الله رفعني الله في الدنيا رودي. وفي الاخره زين يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات, درجات. اذا الله يرفعنا بايماننا وبعلمنا والاخلاق أخلاق. من ضمن التواضع نعم والأعمال. جميل فهذه إيه هذا هذا على مثال مثلا هذا على مثال مثلا على تقول التواضع والكبر نعم زين نيحق مثلا خلق آه الانفاق م. و البخل نعم فالله قال قال مثلا ومنكم من يبخل ومن يبخل فإن فانما يبخل على نفسه يعني انت الحين يا حلال الان انفتح قدامك مجال انفاق مجال بدل طبعا المال عديل الروح والنفس شحيحه على ما تطلع الفلوس صحيح. لكن ها مم. لان هني السلسله مم. اللي توديك تحت القيود هذه مو شنو؟ إيه. اخاف الرصيد ينقص وانا <applause> قاعد يمنع <ينجلص وأنا تصفيق> بيت وانا بروحي قاعد اكون ثروتي ومستقبل <applause> ومستقبلي وتعرف <applause> ما شاء الله فتحس بهاك ان هذه راح تنقص معنى وما انفقتم من شيء فان الله يخلفه الله يخلف عليك انا <applause> قاعد مع ناس والله يا جماعه يحدثوني <applause> وهم <applause> وهم يعني وهم شخصيا منهم لي يقولون كل ما ننفق كل ما الله يبارك ويعوضنا اكثر واكثر سبحان البركه هذه البركه سمعوا الكلام سمعوا يا جماعه حق وحقكم كل ما تنفق في سبيل الله الله يزيدك والله يفتح عليك باشياء واشياء واشياء كثيره عظيمه جميل احنا احنا دكتور لان متواصلين في احاديث يعني اه مواضيع طبعا في المحاور مهمه وكذلك اسقاطها على واقعنا هذا اهم طبعا فكلام شيق وجميل ناخذ فاصل ونرجع لك ان شاء الله فاصل مشاهدين وعوده باذن الله <applause> ربنا سبحانه وتعالى مدح رسوله قال له انك على خلق عظيم. طبعا يجب على الاسره ان ترقب في ابنائها هذه الصفات ولا ترهب فيهم هذه الصفات. طبعا الطفل يحتاج الى اهتمام الى رعايه الى نشأه فلابد على كل اسره ان تنشأ ابنائها على هذه الاخلاق الحميده. اهم حاجه بر الوالدين. آه، تاني حاجه طبعا لازم ان احنا نحافظ على يعني دايما قربهم لربنا من هم صغيرين يعني سماعهم بالقرآن يشوفونا واحنا بنصلي ان هم يكبروا على حاجه معينه يقدروا ان هم يغرسوها في اللي بعديهم واللي بعديهم فاهم شيء الاخلاق اللي بتستمدها من صفات الوالدين وحبه للوالدين وبره ورضا ربنا علينا سبحانه وتعالى عوده مشاهدينا الكرام وبرنامج اثراء على الهواء طبعا مستمتعين بهذا اللقاء الطيب والمواضيع المهمه يعني مثل ما ذكرت احنا دائما دكتور علي نحاول قدر الامكان نستفيد منها في حياتنا اليوميه في تعاملاتنا هذا الموضوع السمو بالاخلاق يعني موضوع كبير جدا يعني لكن تطبيق على ارض الواقع هذا اللي بحاجه طبعا كلامنا من خلال هذا البرنامج نعم الوالدين والابناء نعم حتى يعني حتى الوالدين لازم يسمون في اخلاقهم في تعاملهم آه. مع العيال يعني ايضا يعني يعني تلقى ما شاء الله يقول لك عيال مؤدبين ليش مؤدبين لان الأبو من اكيد مؤدب من التربيه, التربية صح او التربيه والبيت صحيح؟ ما في يعني سب ولا لغط ولا شتم ولا ما ما يدور عندهم آه. وما عندهم مثلا قضيه مثلا بعض الكلمات العاميه ما اقدر احنا اقولها انا على الهواء يعني, يعني لكن مو حلوه يعني اللي, معناها معناها يعني معلش اي معنى او آه معناها أه آه اخرس او اصمت بالعاميه اصمت اخرس وكذا هذه يعني انا لما اقعد كذي ابوي اتكلم ابوي يقول لي كذي او يعطيني كلمه قويه يعني وهذا القدوه الاب هو القدوه يعني قدوة يعني انا ولدك قاعد اتكلم يعني ها حبيبي اي اي والله شوف والله ما شاء الله عليك ما شاء الله هذه الفكره حلوه وكذا او طالعه كذي تقول الله يهديك بالله هذه فكره هذه احد كذي يقول يعني تروح فعلا و... وتحطمه يقول مسكين يقول انا يعني زين من إذا ولد بعمره وبسنه رأنا هذا احسن مم. شيء هذا اللي قدر عليه يعني زي كان يقول لك يبا والله يبا خلينا نسوي كذي انت <applause> بالخبره تدري ان الأمر ما يعني لكن بالنسبه له طبعا نشوف شيء تجربه صغير ما نفع مم. مم. بس ايش رايك؟ يقول العلميه لا خله يسوي يخطئ تعلم يخطئ وبعد نعم. وبعدين هو يتعلم خطا يقول والله صح أنك كلام ابوي صح صحيح. فيعرف انك انت خبره وانت كذا كذا فهذا حتى مثلا في قضيه كذا يعني مثلا يعني يا بالشهاده مثلا يا بالشهاده الولد مثلا يعني مثلا نازل في قصور في بعض الامور فشلون اتعامل مع مع ولدي ردت فعلك رد, يعني رد فعلي مع الامور يعني كذا يعني ايش دعوه وها يعني ادري اني قاعد يدرس قاعد كذا لكن بهالماده هاي مسكين متعثر فوالله كذا لا ما علي ما علي ما يخالف ادري والله ما علي ادري ما لكن انت لا ترى يطلع منك انت شاطر لا انت اصلا مو مستواك هذا فانا كني قاعد ابرر له صحيح ورقع له، ولا وقاعد بالوقت مناسب اقول احط بنفسه انه لا انه ترى قادر تعطيه ايجابيه وتعطيه دافع هذا أيوة. الكلام ما تحطم انت مشجعني يعني احنا ايامنا كانوا معنا طلاب من بعض الجنسيات العربيه والله يا جماعه ولد هو الاول يمكن انا الثاني وهو الاول مثلا وقاعد يبكي الولد رفيجي بالصف ميت من الصياح ايش فيه؟ ناقص نص ناقص نص يقول ابوي أبوي, شديدة ابوي بيقتلني هم طبعا بي في في اسلوبهم بيقتلني يعني ابوي بيطقني طق الله على نص على نص درجه اكو ناس درجات هذا يعني النقيض احنا, احنا, احنا درجات احنا نبي الوسط إيه يعني, هذي ايه. يعني ايه. الناس اللي قلت احنا, احنا نبي, نبي الوسط ما ما إيه. يعني فانا اقصد يعني يعني شلون انت يعني الاخطاء تعالجها في البيت او بعض القصور او كذا و يعني وتنتقي الفاظ انت اسمه بأخلاق مو انت آه انت غبي انت ما تفهم الشر علي اللي قاعد اصرف عليك و يعني هذا الاسلوب يعني أثر إيه على الولد إيه إيه على البنت إيه إيه دكتور هي إيه طبعا حتى من ناحيه اخلاقيه إيه طبعا انت الحين حطمت إيه انت منافع وانا تعبت عليك على الفاضي لا يمكن يرثون هذا الامر منك يعني بعد ما يتزوجون يمكن يعني خلاص صار في جزء من شخصيتهم هذا الامر صحيح نفس الاسلوب فانت الحين مثلا يعني هم انك في في معالجه الاخطاء تسمو باخلاقك جميل. وما تنزل توبيخ وتعنيف ليش؟ ولدك ترى ما كفر ولدك مجتهد لكن سبحان الله بهالامر هذا يا المسكين قصور لاي ظرف معين زين انت ما عندك مثلا شيء ان الشخص يغلق عليه ايش معنى مم. يغلق عليه؟ دارس لكن سبحان الله يوم, يوم يحل السؤال مخه وقف سبحان الله مم. ما بس المعلومه حافظها نفس الفاتحه شيء طبيعي هذا يصير ويصير مسكين قاعد نطل لاخر الوقت قال والله حس يقول لك يقول الاستاذ يلا سلم قال الاستاذ الله يخليك ترى انا دارس ومتذكر يعني امس متحفظ لكن خلاص راح راح المعلومه راح وما بك تقول لي خلني ليش ان شاء الله ان شاء اخر وقت ان شاء الله راح تجيني فخلي المدرس يقول لي شنو مثلا إلى إيه مثلا كذا لا ان تذكر الله واستعيذ من آه يعني مثلا انت نعم استعاذ حتى دعام المدرس دعاء كذا والله يفتح عليك كذا يعني اذا يعني المدرس قلت لك ايضا يعني مع مع الطلاب اسمه باخلاقك رفع وهذا رفع مهم رفع دور المعلم احنا فعلا احنا والله العظيم معلش فعلا التأثير كبير يعني يعني في ناس مساكين م. كره التعليم بسبه معلم صح سيء صح ليش؟ صح يعني كره مادة من معاملة مدرس كرهها في المادة مم. كره المادة ما قال بحب صار في مسكين عقدة ويمكن كره الدراسة يعني وكره الدراسة ضيع مستقبل والله ضيع مستقبل صحيح ولما درس على كبر قال الله يسامح ليش كذي كرهني بدراسة وخلاني صحيح. أطلع مدرسة أو مثلا يعني سلك عسكري أو مني أو كذا هذا نعرف تأثيره مدى تأثير المعلم يعني فعلا مو شيء سهل إيه. إذا يعني حتى السمو الاخلاقي في في انتقاء الالفاظ وفي وفي الاصلاح يعني انا اقدر يعني اقول كلمه واقدر واقدر اقول كلمه ثانيه، ليش ما اقول الكلمه الثانيه لي نعم الافضل والاحسن والبعيد وتصلح وكذا والحمد لله دكتور علي يعني موضوع يمكن ذكرناها النقطه هذه موضوع التحجج بهذا طبعي انا عصبي وما اقدر اغير طبعي، هل هذه حجه او الانسان قاعد يعني يعطي العذر لنفسه. والله انا ما ما اعتبره حجه ويعطي وقاعد يعطي العذر حق نفسه يعني خلاص انت لازم عندك سيطره على عن نفسك خلاص يعني ما يخالف زين يعني مره مرتين ثلاثه معقوله لو تحط لك هدف انا ابي اتخلص من هذا العاده السيئه هذه العاده السيئه الكريهه اللي, اللي هذه يعني قاعد تخرب على شخصيتي وخليني اخسر الناس واخسر زوجتي وعيالي واصدقائي واهلي ليش ليش؟ فأنا كل كل ما كنت حليم كل ما الناس حبتني أكثر صحيح. وعزتني أكثر ولما الناس تحب الودود الناس اللي يتعامل معها نحن طيب نحن يعني يعني فما في يعني ترى ما في ما في شيء قاعد أقول لك لأنه مو معقولة الله يعني زين النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابي أوصي إيش قال له لا تغضب وكررها مرارا إيش قال له فهل هل الشريعة تأمر بشيء غير مستطاع النبي يقول له يقول له لا تعصب ويدري ان هذا الطبع لا يمكن تخلص نعم. منه ولا يمكن تخلص نعم. منه يمكن, يمكن عشان كذي نعم. قال له ومرت مرتين ثلاثة تحكم فيه بالنسبه نعم. 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 فادام الشريعه امرت فيه الشريعه لا تامر بالمعسور انما الشريعه تامر بالميسور نعم. طبعا نعم. اذا والتكاليف على قدر الوسع والطاقه والله ما يكلفنا فوق طاقتنا هذا هذه نقطه مهمه مثل أي. ما يمكن على اساس ان في ناس اللي تتحدج في نعم هذا الموضوع نعم نعم التعامل بين افراد الاسره يعني حتى بين الاخوه بين الاب وابناء بين الام وكذلك وابنائها بين الزوجين يعني مثل ما ذكرتهم قدوات فتاثيرهم على ابنائهم من ناحيه الاخلاق احنا اوقات باخلاقنا وبتعاملنا يعني زوج الزوجة. لا. ما يدرون ان عيالنا حاطين حاطين احنا تحت المجهر مجهر أجل. واحنا مثلهم الاعلى مم. فواحد يقول لي يعني معلش آه مثلا واحده الحين طقها زوجها آه طقها آه مديده عليها ايش قاعد تحكي نفسها؟ كا ابوي طق امي الله شفت شلون؟ صح يا اباء اتقوا الله اتقوا الله في انفسكم يعني انت ماد ايدك على زوجتك قدام عيالك ولما بنتك تزوجت وزوجها مد ايده عليها قالت كا امي انطقت أبي افا يعني انا انا علمت عيالي الشيء الغلط نعم صحيح معلتهم الاباء والاحترام يعني وعدم الذل والمهانه ترى الضرب ما هو امر امر طيب جدا يعني خاصه بعد اللي الضرب هذا اللي هو المبرح يعني مو مثلا لو مالت الشرات البسيطه هذه لا يعني يعني هذه نتجاوز عنها، لكن هذا الضرب بالروح وكذا شوف على شفت شلون؟ فهذه مسكينه قالت خلاص ابوي طق عادي الوحده هم القدوات يتاثرون يعني فيها طبعا يعني انا الحين لما اوجه ولدي وقد ما اقدر ما امد ايدي عليه اوجهه واشد عليه بس بدون مده ايد فلما المدرس اي ويطق ولدي ولدي يستنكر مم. يقول انا ابوي ما طقني صحيح. وانا يمكن يعني ابوي كان يعالجني بحكمه، ليش المدرس ما يعاملني مثل ما يعاملني ابوي؟ فالولد يحتاج على المدرس <applause> يقول لأ يقول له ايش فيك؟ قال لك قال سعد انت قلت لي كذي كذي كذا واهنتني جم وكذا كان فيقول له يقول لأ انا ابوي بالبيت ما, ما قاعد يعامل هالمعامله، ابوي يعني مو مو معقول انه ترى انا محترم وابوي مو ابوي ما قاعد يعلمني قله الادب بس ابوي علاجه حق المشكله في شيء من الحكمه وعدم الاهانه والذل والاحتقار والازدراء. نعم فانت الحين علمت ولدك عزه النفس وانه مو عادي انه ينطق ومو عادي انه ينهان او ينسب او انه يشتم لا انا نعم. شوف لان انا اذا نعم. بالبيت ما اشتم ولدي ما اسب ولدي زين ولدي ما يتح... ما يتقبل السب الناس ليش راح والدين ما سبوه وتربى على هذا وتربى شيء وعلموه نعم. عدم السب وان هذا شيء بغيض جداً, جدا جدا فعشان كذي لما يجي له انسان بالشارع او بالصف او بالمدرسه م. يستنكر هذا يستنكر نعم. ليش؟ ايش سبني ايش غلط علي؟ صحيح انا سويت؟ فسبحان الله ترى فعلا ما قلت يعني عيالنا حطنا تحت المجهر وتقول والله انا عصبيه م. نفس ابوي او م. انا عصبيه نفس امي يتشربون سبحان بتخيل. الله هذه الاخلاق والقيم يعني هذا على موضوع العصبيه نعم يتشربون هذا احنا مثل ما ذكرت يعني محاور عده ان شاء الله راح نتطرق لها من خلال هذا اللقاء الطيب لكن نستاذنك فاصل وراجعين فاصل مشاهدينا وعوده ان شاء الله عودة مشاهدينا الكرام وبرنامج إثراء على الهواء وضيفنا الدكتور علي الكندري سعيدين بهذا اللقاء الطيب ويمكن مثل ما ذكرنا الحديث كله طبعا عن السمو بالأخلاق وهذا مطلب مهم جدا وفعلا الإنسان دائما يسعى للأفضل ويطور نفسه في جميع مناحي الحياة فما بالك عن موضوع الأخلاق والقيم داخل الإنسان يمكن هذا الأمر مطلوب للشخص يسعى فيه طبعا ويحاول قدر الامكان كذلك موضوع نشره في, المجتمع ومعنى حظ الناس عليه والتعاون حتى في هذا الامر نعم احنا الحين فيها الحين يعني قناه اطراء الهواء جزاهم الله خير افسحوا لي المجال اتكلم في هذا الموضوع صحيح اي فالحمد لله الحين احنا تكلمنا ودعي الناس من هذا المكان دعي الناس حق السمو والاخلاق زين هذه هذه حجه علي نعم وعلى نعم. اللي يسمع نعم. وكل واحد طبعا هو حر باختياره حق الشيء الصح واحنا ما نجبر الناس على صحيح. اخلاق لكن نحثهم دعوه نعم. وقل يعني ودنا يسوون الشيء الزين وكذا ف يعني نشره في هذا هذا نشره نعم. احنا عندنا المجتمع يتكون من من اسر نعم, نعم الاسره فيها زوج وزوجه صحيح. وفيها افراد فالزوج مجاله اللي يحتك فيه مثلا انا الحين مثلا عن وضعي يعني انا الحين الحمد لله ادرس بالجامعه وهو وامام وخطيب ولي مثلا دواني للقاء لي كذا لي كذا فكل كان اروح مم. امشي واخلاقي معي اخلاقي صحيح. تروح معي وين ما رحت صحيح. اخلاقي معي لازقة فيني مم. اخلاقي لصيقه فيني فانت لما تكون فعلا يعني حريص على السمو الاخلاقي والرقي فاكيد الناس يعني خلينا نقول من ادش المجلس تفوح ريحه أخلق. عطري باخلاقي اذا عطرنا اخلاقنا صحيح. وليس البرافان والكمبودي هذا اهم عطر في الاخلاق الاخلاق فهذه زين يعني انا الحين انا كشخص مثلا زوجتي بالمحيط اللي تكفي عيالي مع عيالي فاحنا المجتمع عندكم من اسر فلو لو كل اسره افرادها انطلقوا من هذا المكان، كل واحد يعني الولد بالصف ولا انا بالمحاضره، نعم. في المسجد، بالخطبه، بالتلفزيون، بالاذاعه ندعو لهذا الامر، إيه ندعو سمو نقول إيه يعني قلت لك انت تدعو بكلامك وبتصرفاتك. نعم. صحيح. طبعا اي يعني الناس تشوف فعلك صحيح. وتشوف يعني كذا وبعدين ما في انسان كامل يعني اوقات يحو يحوشك قصور كذا اي هذا يعني بشر من, من من يعني بشريتك والعصمه يعني للرسل الرسل معصومين اما تحاول تحاول يعني اي ف يعني فالحمد لله لكن واحد يعني بالعكس ادى منه هو حريص ووده ترى فعلا والله يعني راح توصل رساله ولازم نبث هالث... هالثقافة اللي هي لنرقى بأخلاقنا لنسمو دائما لأن فعلا ترى هذا الأثر الذي يبقى في كل شنو تصرف حميد تصرف راقي ما تنساه طول عمرك يعني شلون ما تكون أنت الحين غرقان واحد ينقذك مم. من الغرق الله ما تنسى كذا زين هذا اللي زين في ناس ضحت بنفسها عشان تنقذ الناس تنقذ تعرضت للموت والغرق زين واحد انتشل واحد من الوحل الاخلاقي مم. الى الرقي الاخلاقي هذا مم. عندك مو مو نفس يعني الروح ما الروح كذي بالعكس انا الحين نجيتك من اشياء واخلاق سيئه وذميمه وكذا وصعدتك معي فوق الى الاخلاق الحميده الاخلاق الراقيه إلى الأخلاق الجميلة فهمًا ترى همًا ترى هذه ها. مثل هذه يعني نعم. أنا الحين إذا حافظت على أخلاقك حافظت على دينك. حتى هذه الدكتور آه علي كندري موضوع يعني آه بين الناس في تعاملاتهم يمكن الإنسان يتعرض لموقف معين آه أو حتى موقف يعني بين أصدقاء أو زملائه فتصرفه في هذا الأمر ودعوته لطيب الأخلاق في المجال هذا في أي قضية. أي يعني شوف بعض الناس معلش الله يسامحهم مثلا يحاول مثلا يسوي لك موضوع الاستفزاز نعم يعني ربعك من باب الميانه والغشمره نعم يقول شو الحين أبدأ ابي اخلي حمود يعصب وش رايك اني انا الحمد لله الله يهديني بهاللحظه هذه وانا ما, ما ادري عنهم نعم الله يهديني اني انا افشل المخطط <applause> إن عشان ينضحك علي نا. ويطيحوني مم. ويخلونا نعصب طح عصبت ما عصب. فانا خذيت الامر برود وهدوء اعصاب وما عصبت إياه. فانا افسدت خططهم <applause> وافشلت الامر <applause> هذا كذا ويا اخلاق مو فسبحان فسبح... الله اوقات الناس يعني معلش سوء اخلاقهم ينزلونك <applause> ينزلونك يبونك يعني توصل الى السب والشتم وس... يعني والكلام البذيء القبيح وانت مو متعود عليه اصلا فايش السالفه هذا ايش قاعد ايش قاعد يخربط ايش قاعد يقول لا يبقى انا مو هالشكل انا مو طبعي مو اخلاقي ابدا عرفت قصدي نعم فحتى بقضايا الحلال والحرام مثلا والذمه الماليه مثلا نعم. اوقات انت عندك مثلا ورع ما تبي تسوي كذي لا حرام لا ما ما يجوز قاعد يقول لك عادي ناس يلا قاعد تاخذ في ناس قاعد و... يستهلون اي يعني. فهذا ينزلك صحيح. ينزلك فان اسمه باخلاقك يعني وشنو بالاخلاقي اللي هو فعل الحلال والبعد عن الحرام عن الشبهه اي شيء في شبهه واخر عن اي شيء في حرام ما اسويه لو انه يدخل لي ربح او يدخل لي الفائده الماديه وتشو وتشوف بركته يعني في حياتك وفي اخرتك وبعيالك صحيح. سبحان الله فاقول لك يعني شوف فانت حتى بهذا اذا انا مثلا معلش انتصرت على نفسي وعلى الشيطان وعلى كذا اني ما خذيت رشوه اني ما زورت اني ما غشيت ابي الرزق الحلال نعم. بحياتي فشلون الله يكافئني في البركه وش اذا هذه مو مدعوه نعم. الناس قالوا والله فلان ترى ما ياكل حرام نعم. فلان ورع ويدعو لك فلان اي ما نعم. شبهات يتركها شفت تبي رساله احنا لازم نقول حق الناس نعم. ترى الدنيا ما زالت بخير، ترى الدنيا ليه فيها نماذج طيبه احتذوا فيها واحدوذوا، ما هم انبياء وفي ناس يمكن ولا صدقين نعم. ترى هم ترى معلش ترى هم مثل مثلك باخلاقهم بس بشنو فاقك؟ بخلقه. أي. يعني هذا شوي تحرر وارتفع بس. صحيح وهو ترى مثلك بس شوي طافك، ليش؟ قلت لك انتصر على نفسه، اتحرر من هذه القيود وارتفع باخلاقه، يعني اذا هو قدر ليش انا ما اقدر؟ لا. لا حسد إلا في اثنتين أنا قصدي مو حس حسد م. غبطة اغبطهم م. على أخلاقهم صحيح. على حاولتكم مثلهم أو أفضل يعني تشبه بالكرام فان اتشبه نعم. بالكرام بالكرامي فلاحوا نعم. لم تكن يعني هذا مثل خل خليك مثلهم سو سو سو, سو سواتهم صحيح. الصالحين الطيبين هذول مثلك الاعلى ولا تتاثر بكلام الناس في ناس قاعد يقول الكل يسوي هذا الامر كل كذا لكن انت يعني هذا من نوع مثل ما ذكرت سحبك الى الاسفل أيوة يعني آه كلام طيب وجميل جدا وموضوع آه كذلك شيق نتمنى ان شاء الله جميعا نسمو باخلاقنا ونحاول ونستذكر هذا الامر دائما في كل تصرفاتنا احنا شاكرين لك الدكتور علي الكندري طبعا استاذ الفقه المقارن في كليه الشريعه والدراسات الاسلاميه في جامعه الكويت اذا كان في كلمه اخيره مجال مفتوح لك والله اقول مثل ما تفضلت يا اخوي حمود ما شاء الله عليك يعني بمحاورك والاسئلتك يعني ما شاء الله احس انك يعني غطيت الموضوع وتكلمنا باشياء كثيره فيعني ان شاء الله ان مقتضى العلم العمل مثل ما قالوا حتى علماء التجويد عرفته ها ف يعني فهمت فافعل عرفته نعم فافعل طبق نعم صحيح. فاحنا الحين بس هو دعوه الى التطبيق وخلونا يلا خلينا نقول يلا من اليوم انا شلون كذا وراقب نفسك م. راقب نفسك واختبر نفسك والله اختبر نفسك نعم والحياه الله. ترى مليانه مواقف صحيح والله الله يعطيك العافيه احنا شاكرين له طبعا الدكتور علي الكندري استاذ الفقه المقارن في جامعه الكويت وكذلك الشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام حتى نلتقيكم ان شاء الله في حلقات اخرى الى اللقاء